الآن حان وقت التعرف على الشخصية التي احتلت المرتبة الأولى في هذا السباق حسب تصويتكم، إنه هو الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي الذي تصدر التصويت بفارق كبير بعد أن نال 69%. مساء الفل على أهلي وناسي الرجالة اللي مقومين الدنيا ورافعين كرامتنا. أنا عايز أسأل سؤال الداخلية يعني أنا شربت حشيش يا سعاد. اللي قاعد يتفرج علينا انزلوا يا بقر انزلوا. بصوا التفاهة مصريين، بصوا طلعوا يا محل ورجوا كده ولفوا بالبكرة. انت كنت تقبل على نفسك ان اخش حتة ضابط عرة ملوش 30 لازمة؟ هاتولي الكلب ده. طالب منكم خدمة، عايزين الساعة 11 بالليل بالظبط، 11 بالليل بالظبط كلنا نطفي النور، نطفي النور خالص. هو بعينه بغباوته وشكله العكر لما ربنا ينفخ في الباقي وينزله ويتحرق. ده 120 مليون انتوا فين اختفيتوا يا اخواتي؟ ايه مالكم يعني؟ خلاص مساء الفل، ازيكم؟ الحقيقه اللي حصل الايام اللي فاتت دي، محمد علي دعا عليه مظاهرات تخلي او تجبر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يتنازل عن الحكم. طيب ايه اللي حصل؟ طلعت احتجاجات، بس الاحتجاجات دي كانت قليله جدا وصغيره جدا. صغيره بمعنى ايه؟ يعني انت عمرك ما هتلاقي الاحتجاجات دي كانت في شارع رئيسي، كانت في ميدان، كانت في شارع كبير شويه، لا تملي هتلاقي الاحتجاجات دي كانت بتقوم في كرة او حاره صغيره، انما ما تلاقيش الشوارع الكبيره. يعني الموضوع ما وقفش عند هنا، الموضوع انت بتتكلم ان المثقفين ما نزلوش او ما انضموش للاحتجاجات دي. طب اقول لك حاجه كمان، الاحتجاجات دي ما فيهاش رجاله، مش انا اللي بقول ده، محمد علي. بص كده على الفيديو ده. طب احنا عندنا ستات زي القمر ربنا يديهم طول العمر بينزلوا بيشرشحوا له في الشارع والعيال الصغيره، لكن انا عايز اكلم الرجاله. الشجاعه ليها ضريبه، والخوف ضريبته اكتر من الشجاعه 100 مره. وللأسف الراجل اللي بقى كده ما انا ما بحترموش. انا كمحمد وجهة نظري راجل ملكش لازمة وعرة. في الاخر كده الاحتجاجات دي لم تنم عن اي ثورات او اي احتجاجات كبيرة شوية، زي مثلا 20 سبتمبر 2019 اللي دعا عليها محمد علي. معنى كده ايه؟ لما انت تلاقي ان الشعب المصري ما انضمش او اغلبية الشعب المصري ما انضمتش للاحتجاجات دي، بالرغم ان في معارضين وفي ناس متضايقة كتيرة جدا من قرارات الازالة وقانون التصالح اللي طلع جديد. اللي حصل؟ اللي حصل ان محمد علي ابتدى يفقد تأثيره وقوته في الشارع المصري، وده بالرغم من النفخ والتغطية الإعلامية الجبارة اللي طالعة من قنوات المعارضة واللي طالعة من قنوات القطرية أو قناة الجزيرة القطرية اللي مصروف عليها مليارات بتدعم محمد علي، ورغم كده مفيش استجابة واسعة لمظاهرات محمد علي. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان رايح يفتتح مشروع تكسير الهيدروجيني لسوق البترول. انت بتتكلم ان مصر لما تيجي تستورد بترول او البترول اللي بتطلعه من الحقول القليله اللي عندنا في مصر بتوديه معمل تكرير البترول اللي موجود في مستورد. المعمل ده بياخد البترول ده ويوديه لمعمل تكسير الهيدروجين. طب ليه؟ ومش معنى ان انت قررت البترول او عملت البترول تكرير خلاص كده بقى منتج نهائي، لا، انت ممكن بعد ما تعمل تكرير للبترول ده تصدره، ماشي، يرجع لك في صوره ايه؟ يرجع لك في صوره بنزين، يرجع لك في صوره مازوت عالي الجوده، يرجع لك في مشتقات بتروليه كتيره جدا او منتجات بتروليه كتيره جدا ترجع تستوردها بفلوس كتيره قوي. فبيعمل ايه؟ معمل التكرير ده بيروح لمعمل تكسير النيتروجين لسوق البترول. ده بقى بيكمل على البترول اللي خارج من معمل التكرير، بيطلعوا منتجات بتروليه اللي هو بقى بنزين بدرجه يورو 5. على فكره بنزين اليورو 5 ده عالي الاوكتين ودرجة عالية جدا من البنزين. تاني حاجة هتلاقي مشتقات بترولية كتيرة جدا او منتجات بترولية انت كنت بتستوردها من بره، دلوقتي هي عندك بتنتج في مصر. بس خليني اقولك هنا معلومة عن المعمل ده. المعمل ده الطاقة بتاعته 4,700,000 طن سنويا. هتقولي وايه المشكلة؟ هقولك اصلا ان استهلاك مصر من البترول ومشتقات البترولية بيبقى 7,500,000. خلي بالك معنى كده ايه؟ معنى كده ان انت وفرت نسبة كبيرة جدا من احتياجات السوق المحلي. مش بس كده، انت اصلا باقي لك 2,800,000 او تقدر تقول 3,000,000 على ان انت تعمل اكتفاء ذاتي من البترول ومشتقات البترولية.
ايه خطورة الموضوع ده؟ بص حاجات كتيرة جدا. معنى كده ان مصر مش هتفضل محولجي. يعني ايه محولجي؟ يعني اللي هو بس يجي له البترول يصدره او يكتشف البترول يصدره لبره، بره يعملوا لك البترول او مشتقات البترولية دي ويصدرها لك تاني ويرجعوا يصدرها لك تاني. ما بقاش ده هيحصل. ده انت يا باشا اللي هتكفي السوق المصري ومش هتحتاج ان انت تصدر او تستورد. خلاص كل حاجة عندك هنا في السوق بتاعك. بس هنا في نقطة، هل الدولة المصرية هتقف على 4,700,000 طن اللي خارجة من المعمل ده؟ لا، هو بيقولك ان هم هيعملوا كذا معمل تاني عشان مش بس يكفوا احتياجات السوق المصري، لا ده هيصدروا للخارج. يعني هيستوردوا بترول خام يعملوا له تكرير ويطلعوا مشتقات البترولية يصدروها بره لأوروبا، خليج، أفريقيا. مصر هتبقى هب أو هتبقى مركز طاقة عالمي موجود في أفريقيا. إزاي؟ باشا أنت دلوقتي هتصدر غاز لدول أوروبا، هتصدر كهرباء لدول أوروبا، هتصدر مشتقات بترولية، مش بترول خام، مشتقات بترولية لأوروبا أو لدول الخليج وأفريقيا. معنى كده أن أنت بتعمل كل حاجة عندك في البلد هنا. انت خلاص ما بقيتش اللي هو بتصدر مواد خام وبتستورد مكانها مشتقات بترولية، لا لا لا، خلاص انت اللي بتصدر كل حاجة من الالف للياء. العملية بتحصل جوه بلدك من ساعة البترول يا بتكتشفه يا بتستورد برميل بترول عادي لحد ما بتصدره منتج نهائي او مشتقات بترولية. طب اقولك حاجة، تعرف سعر البترول كام؟ سعر البترول مثلا لو قلنا $50، حط على تمنه 140% تمن المشتقات البترولية دي، شوف المكسب. يعني شوف المكسب قد ايه. عارف لما تحط على تمنه، بلاش 140، حط على تمنه 100%، تمن البترول اللي انت بتستورده $50 ده انت هتصدره وتكسب فيه، تستورد خام وتصدره مشتقات بترولية. فانت كده الناس لما تيجي تتكلم معاك هتتكلم بكلام غير الكلام يا باشا. ده انت بقيت مركز طاقة عالمي. تاني هقول لك اللي بيحصل ده مشروع تركي في الاساس. انا كنت قلت لك في فيديوهات قبل كده مشروع تركي من الاساس. تركيا كانت عاوزة تبقى مركز طاقة عالمي، بس على فكرة المشروع التركي كان في الغاز فقط، ما كانش في البترول، ما كانش في الكهرباء، كانت غاز فقط. دلوقتي انت بتتكلم ان انت عندك بترول وغاز وكهرباء، حاجة كبيرة جدا ما شاء الله يعني، ولا حول ولا قوة الا بالله. بقى الاقتصاد المصري مكتفي ذاتيا او هيكتفي ذاتيا من الغاز والبترول والكهرباء. طب هقولك حاجة، انت عارف قطاع البترول مصروف عليه كام؟ تريليون وشوية. مش بس قطاع بترول، قطاع الكهرباء، قطاع النقل اللي هو الطرق والكباري والكلام ده كله، كل قطاع من دول مصروف عليهم تريليون وشوية. هتيجي تقول لي مش هتبطل ارقامك اللي بتركز فيها دي؟ طيب اقول لك حاجه، بص على الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي هيقول لك كلمتين دي. كل الناس هتسمع تقول لك انت قاعد تتكلم في كل قطاع بيكلف تريليون. اه طبعا، دوله زي مصر فيها 100 مليون. اه طبعا، قطاع البترول يكلف تريليون وشويه. اه الكهرباء تريليون وشويه. اه النقل تريليون وشويه. اه الله، هو كله كده؟ امال هو كده؟ طبعا. نرجع بقى للبرنس بتاعنا محمد علي. انا عاوز اسال سؤال، الرئيس في الفتره الاخيره دي بيرد على الاعداء بتوعه او المنتقدين او اي حاجه عاوز يتكلم فيها مع الشعب امتى؟ هل بيعمل مؤتمر صحفي؟ هل بيعمل مثلا لقاء مع الشباب؟ برضو لا، ده بيرد عليهم في افتتاح المشاريع. يعني هو رايح يفتتح مشروع بيلقي كلمة في النص، على فكرة مش بياخد افتتاح المشروع كله لنفسه، ده في النص كده بيقول كلمة او كلمتين. طيب هل الرئيس مخبي المشاريع دي وشايلها في وقت عوزة مثلا لما احداث سياسية تحصل فيروح يفتتح المشروع ده عشان يقول كلمة؟ ده فانت هنا لازم تاخد بالك من حاجة، لازم تاخد بالك ان مصر شغالة. سيبك من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع احترامي ليه يعني، خلي بالك ان مصر على طول شغالة، فيها مشاريع بس انت مش واخد بالك، انت مركز في احداث سياسية بس. خد بالك ان في مشاريع بتحصل كل شوية مواكبة الاحداث السياسية دي، بتدي للرئيس فرصة ان هو يطلع يرد. وعلى فكرة لما تيجي تبص على افتتاحات المشاريع هتلاقيها في الفترة الاخيرة دي زادت عن الاول، وهتلاقي ان المشاريع بتتكلم في مليارات، كل مشروع من دول مليارات. فالراجل طلع يرد على محمد علي، بس رد عليه بطريقه غريبه شويه. بص قال له ايه، قولوا ليه برضو تاني عشان اختم بيها كلامي، لان هم بقى انتم عايزين تبقوا اوبك الغاز في المنطقه، مش كده؟ انتبهوا، يعني مصر عايزه تبقى منظمه الغاز في المنطقه. هو على فكره كان قال كلام تاني بس انا مركز على الكلمه دي، هم مش عاوزيننا نبقى اوبك. طب هو قصده ايه؟ هو قصده منظمة شرق بحر المتوسط، اللي هي كانت منتدى شرق بحر المتوسط بقت منظمة ومقرها مصر. دي منظمة هتجمع فيها فلسطين، الأردن، مصر، إيطاليا، إسرائيل، قبرص، اليونان،
الموضوع ما وقفش عند هنا. انت بتتكلم فرنسا قدمت طلب رسمي انها تبقى مراقب وعاوزه تبقى عضو في المنظمه دي, فعدد الدول هيكبر. الموضوع برضو ما وقفش عند هنا, انت بتتكلم ان امريكا نفسها قدمت طلب انها تبقى مراقب على المنظمه دي او عضو جوه المنظمه دي. ده امريكا على فكره. لو انت جيت خدت بالك في الفتره اللي فاتت دي اسلوب تركيا تغير تماما تماما. انا عايز اقول لك ان اردوغان اتصل بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وقعد يتكلم معاه, فايمانويل ماكرون قال له طب انت عاوز ايه وما يصحش اللي انت بتعمله ده في البحر المتوسط وانت معادي اليونان وعمال تدخل في ليبيا وعمال تدخل في سوريا. فالراجل فاجئه بطلب غريب جدا, قال له انا بكلمك عشان عاوز اشتري السام بي تي. ايه السام بي تي ده؟ ده منظومه دفاع جوي حديثه جدا في اوروبا. طيب هترجع تقول لي مش تركيا عندها منظومه دفاع جوي اللي هي اس 400 مكمراها يا باشا, مدخلاها جوه المخازن, واردوغان عاوز يستخدم الاس 400 فقط لما يكون في انقلاب ضده, عشان لما حصل انقلاب قبل كده على تركيا طيارات الاف 16 كانت بتطير فوق انقره, فاردوغان استورد الاس 400 للدفاع وقت الانقلابات فقط. وانا كنت قلت لك الكلام ده اللي طالع من مجله اسمها فوربس الامريكيه. فهو دلوقتي عاوز يكمل منظومة الدفاع الجوي التركية بسام, عشان منظومة الدفاع الجوي التركية عاوز يكملها بمنظومة دفاع أوروبية حديثة, عشان دي بتعمل وفقا لتسليح الجيش التركي وحتعرف تخش جوه تسليح الجيش التركي. رد إيمانويل ماكرون قال له والله بص أنا لازم أشوف الأول نواياك إيه في سوريا, نواياك إيه في ليبيا, نواياك إيه في شرق بحر المتوسط. موضوع ما وقفش عند هنا, أنت بتتكلم برضو تركيا بعتت رسالة تاني مرة أو لتالت مرة لمصر, قالت لها احنا عاوزين نعمل ترسيم للحدود البحرية بيننا وبينك, بين تركيا وبين مصر. ليه عاوزين يعملوا ترسيم حدود؟ احنا اصلا مفيش حدود بيننا وبينهم اصلا يعني. طيب هو قال لك احنا عاملين ترسيم حدود بيننا وبين ليبيا وحنكملها بترسيم الحدود بيننا وبين مصر. هو عاوز يخرج مصر بره اللعب, كل همه جيش المصري ده يخرج بره اللعب تماما. اخرج لي بره بقى وسيبنا استفرد بيه. ليه؟ لان مصر قدت استعدادها انها تخش في اي مواجهه عسكريه ضد تركيا لو مست مصالحها الاقتصاديه. فنرجع تاني, معلش انا حولتك في حاجات كتير قوي كده, بس خلينا نرجع تاني للرئيس عبد الفتاح السيسي. هو الرئيس قصده ايه؟ هم مش عاوزيننا نبقى اوبك, هو قصده تركيا وقطر. طب لما تيجي تشوف تصرفات قطر هتلاقي ان قطر مسلطه اعلامها وقناه الجزيره فقط على مصر. اي اتنين لو انت خرجت انت وصاحبك وقلت يسقط حكم العسكر هتلاقي كاميرا بتصورك وبتذيع الخبر ده في اول خبر في اي نشره في قناه الجزيره. لازم يطلع اول خبر كده او بروزه اول خبر كده تظاهرات في مصر. ولما تيجي تشوف على اعداد التظاهرات دي هتلاقيها محطوطة في حارة صغيرة جدا وناس بتهتف وتجري بعد كده. طيب نرجع تاني, هو ليه قطر وتركيا بيعملوا كده وايه علاقتهم بمنظمة الاوبك دي؟ كنت انا شرحت الموضوع ده قبل كده. لو مصر بقت عندها غاز بترول كهرباء بتصدرهم لاوروبا كده قضت على المشروع التركي او الحلم التركي, قضت على سوق جامدة جدا لقطر. انت بتوقف حال قطر, كل دول زباين قطر. يعني قطر كانت بتصدر غاز لمعظم الدول الاوروبية, انت دلوقتي لما انت تصدر لها غاز او تعمل المنظمة دي كلها خلاص السوق ده انت قضيت عليه, خرجت قطر بره اللعب, فلازم تقعد تحاربك. ماشي, بس كده الرئيس جاب سيرة قطر وتركيا, فين محمد علي؟ ما ردش عليه ليه يا باشا؟ لما يرد بالاسلوب ده معنى كده ان محمد علي ممول وخاين وشغال تبع قطر وتركيا. يا رب انصر مصر وتحيا مصر. سلام, باي باي.